الأخير شركة ليبتس ليها محاضرة جميلة دلوقتي هنسمعها من الدكتورة مي، وموزعة عليكم ورق طنبلة، فتوقعوا جوائز حلوة. دكتور إيهاب هيقدم الأستاذة الجليلة دكتورة مي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني مسك الختام إن شاء الله لليوم العلمي المتميز. هنقدم الأستاذة الدكتورة مي فؤاد نصار، أستاذ طب الأطفال والكلينيكال نيوتريشن جامعة عين شمس، وهي الحقيقة يعني عشرة عمر دكتورة مي، سنين عمر مع بعض، يعني مسكين إحنا وحدة التغذية في جامعة عين شمس، والحقيقة مجهودها ووصماتها على الوحدة يعني لا توصف الحقيقة، يعني حاجة مجهود كبير، والحقيقة ما فيش يعني ما عمود رئيسي عندنا في وحدة التغذية. السيشن دي سبونسرد باي شركة ليبتس، ودلوقتي الدكتورة مي هتقدم وبعد كده إن شاء الله نفتح الديسكشن في الآخر. تفضلي دكتورة مي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you Professor Dr. Ahab for the kind words and the kind introduction. ولازم أبتدي بإني أشكر أستاذي الأستاذ الدكتور حامد الخياط على الدعوة الكريمة، وأشكر حضراتكم على الصمود والتواجد هنا حتى وقت متأخر، وده دليل إن المؤتمر ما شاء الله ناجح يا أستاذ دكتور حامد، وعقبال كل سنة إن شاء الله. My talk tonight will be about cow milk protein allergy. The title is Prevention and Management Plans. For those of you who do not know me, أنا مي نصار، أستاذ في طب عين شمس، ماجستير ودكتورة طب أطفال وماجستير كلينيكال نيوتريشن، ومع حضراتكم لمدة نصف ساعة، وأنا ماليش دعوة بالعداد ده، هم ضحكوا عليا في ثلاث دقايق، فهنبتدي من دلوقتي. First of all، أنا باجي اسكندرية هنا بلاقي positive energy على البوابات، ف I'm thrilled to be here و I'm thrilled to be with you, honored as well. Of course, this presentation is sponsored by Liptis Nutrition, as Professor Dr. Ahab said. However, the company did not interfere with any of its scientific content. نبتدي بكلمة كده عن الهيستوري ونقول إن adverse reaction to food دي معروفة من أيام هيبوكراتس وكلام ده BC يعني، بس الحقيقة up to the 20th century ما كانش لسه في المنشورات والحاجات العلمية اللي عرفتنا بالظبط يعني إيه adverse reaction to food. بس خلينا نقول إن adverse reaction to food may be responsible for many health hazards. الحقيقة من أول allergy to migraine to mood swings passing by the food intolerance. واللي بيحصل عندنا إن إحنا بنلاقي gut dysbiosis, altered gut acidity and motility, poor nutrient absorption, وكمان direct damage للgut cells. طيب الإنجري بيحصل إزاي؟ قدام حضراتكم في الإلستريشن ده في أسباب كتيرة قوي، من stress لأنتيبوديز لمشاكل كتيرة جدا بتؤدي إن الgut barrier بيبتدي يبقى altered. Once altered الحقيقة و barrier dysfunction حصلت، بدأ يبقى عندي allergy intolerance، بيبتدي الإميون سيستم يتدخل و sometimes autoimmunity، ومن هنا بتيجي injurious effect. سريعا كده لازم نعرف إن في flow chart بيقسم لنا adverse reaction to food، في two categories قدام حضراتكم، في immune mediated وفي non-immune mediated. نخلص من التاني بسرعة كده، non-immune mediated ده يا ميتابوليك، وده كلكم عارفينه حضراتكم، زي اللاكتوز انتوليرنس، فارماكولوجيك زي الايفكت اوف كافيين، التوكسين زي انواع من السمك بس مش اللي هناكله على العشاء ما تقلقوش، وبرده في ايديوباثيك زي الايفكت اوف سلفايتس. نيجي بقى للاميون ميديتد، وهنلاقي ان في حاجات انتيتيز واضحه وحاجات فيها ميكس. يعني الاي جي اي ميديتد دي سهل نعرفها بالارتكاريا، النان اي جي اي كلنا عارفين دلوقتي الفود بروتين انديوست انتروباثيز، الميكس بيبقى موجود في الإزينوفيليك جاسترو انترايتس، وما ننساش السيل ميدييتد اللي بيبقى مميز في الكونتاكت ديرماتايتس. طيب بسرعة نتأكد من الديفينيشن اوف فود اليرجي مع بعض. It's an adverse reaction جاية من immune response ولازم تبقى reproducible وطبعا related to exposure to food. نيجي بقى نتكلم على الكومنست فود اليرجي في الشيلدرن. الشارت اللي قدام حضراتكم بيؤكد الحقيقه ان هو الميلك، بس ما ننساش نفكر حضراتكم ان ماني تشيلدرن، والحقيقه اب تو 30% بيجوا لنا بمالتيبل فود اليرجيز. سريعا كده لو عايزين نعرف البريفالنس اوف فود اليرجي عشان نعرف حجم المشكله، في البيدياتريك ايج جروب بنقسمهم تحت 5 سنين وفوق 5 سنين، ولو بنتكلم على البروفن اليرجي الحقيقه تحت 5 سنين بتوصل ل 10%، فوق ال 5 سنين الحقيقه
اقل شويه من 0.16 ل 2.5. بس لو هنتكلم على الكاوميل بروتين الرجي لوحدها الانسيدنس من منشورات 2015 بتتراوح من 1.9% ل 4.9%. طيب ايه اللي بيعمل لنا الرجي بقى في الكاوميل؟ ايه هي البروتينز؟ الحقيقه احنا عندنا تو بيج كاتيجوريز، الكازينز وعندنا الوي. الوي بروتينز معروفين، الالفا لاكتالبومين، البيتا لاكتوجلوبولين، البوفاين سيروم البومين واللاكتوفير. اما الكازينز بقى فهم الفا وبيتا وجاما وكابا وشويه حاجات جميله جدا ريسنتلي بقت هي التوب سنسيتايزنج بروتينز في الكاو ميلك. يليها بعد كده البوفاين سيروم البومين، وتاخر بقى البيتا لاكتوجلوبولين والفا لاكتالبومين عن الموضع بتاعهم بتاع الصداره اللي كان في الاول. نيجي بقى نشوف الحقيقة الرسمة دي شهيرة جدا أو الصورة دي والكل بيعرضها لحضراتكم. أنا عايزاكم بس تركزوا في الجزئية اللي في النص، إن اللي عنده كاو ميلك ألرجي بيبقى عنده تشانس إن يجيله ألرجي لحاجات تانية، أعلاهم زي ما قدام حضراتكم باين هو الجوت ميلك والنسبة 91%. إنما مثلا عشان نقول إن هيجيله ألرجي للبيف اللي هو برضو من الكاو التشانس لا تتعدى 10%، مع الميرز ميلك It's 4%. والحقيقة ده اللي مشجع مصانع كتير قوي industrial companies برا انها تبتدي تصنع الميرز ميلك. والحقيقة ده ما يزعلناش في حاجة، لان لبن الحمير اكيد مش هيأذينا، هو اقرب حاجة لينا بدون اي مشاكل زي ما اساتذتنا علمونا زمان. طيب نيجي نتكلم بقى على الفاكتورز needed to develop allergic disease. الحقيقة لازم البذرة زي ما استاذ دكتور ايهاب بيقول في محاضراته، والبذرة هي ان يكون عندي family history of atopy. طيب ايه اللي هيخلي البذره دي تبتدي تشتغل؟ ان انا اتعرض للالرجين، وده هيبقى في الدايت في حالتنا. طيب ايه بقى اللي هيزود الكلام ده او هيبتدي يشعل النار؟ وجود انفايرمنتال فاكتورز ليها علاقه بالاماونت والديوريشن بتاعت الالرجين اكسبوجر وبعض النيوتريشنال فاكتورز. سريعا كده قدام حضراتكم الهايجين ثيوري فور الرجي اللي بتثبت ان الديفلوبينج كانتريز اللي زي حالتنا ار بليست بان هم الحقيقه رغم وجود الجينز وبالمقارنه بالديفلوبت احنا اقل عرضه للالرجي. الثيوري دي بتقول لوجود اللارج فاميلي سايز ولوجود اللو انتيبايوتيك يوز والهاي هيلمنثيك بيردن احنا هنا نعتبر بلاست. طب لو جينا نتكلم على ريسك فاكتورز بقى وخدنا الفاميلي هيستوري، الصوره اللي قدام حضراتكم هنا بتوضح البرسنتج في الاول نيو بورنز، يعني اللو ريسك ان النيو بورن تشانس بتاعته يتولد لو ريسك 70%، وما بيتولدش في الهاي ريسك الا 25% بوان بيرنت و5% بالتو بيرنتس. بس تعالوا ناخدها من ايه، من الاذر واي اراوند. لو انا طفل مولود لاب وام نون الرجينيك، التشانس بتاعته 5 ل 10% جاست بس ان هو يبقى الرجيك انفنت. لو بدانا نلاقي وان فاميلي ممبر هنلاقي النسبة زادت ل 20-40%، 2 members بقين 40-60، 2 members having the same type of allergy ممكن تطلع النسبة up to 80%. طيب احنا بنتكلم على risk factors ما ننساش، ايه رأيكم بقى في المنشورات الجميلة دي 2014 وفي حاجات جديدة 2019 اللي بتؤكد ان الفيتامين دي deficiency الحقيقة له رول في الالرجي in children. يعني اول حاجة منشورة قدام حضراتكم بتقول ان في هاي بريفالنس اوف فيتامين دي ديفيشنسي في الاطفال اللي اكشوالي عندهم ازمه او الرجيك ديزيز. البحث الثاني الحقيقه اللي منشور في 2019 بيؤكد ان الحقيقه الاطفال اللي هم بيجوا لنا بالرجي الاستراتيجي بتاعت المانجمنت بتاعتهم لازم تتضمن اني انا ابحث الستاتس اوف فيتامين دي، فده دليل ان الفيتامين دي ستاتس ليها علاقه فعلا بالالرجي بريفنشن. طيب ايه تاني في النيوترينتس غير الفيتامين دي؟ قدام حضراتكم بحث بيتكلم على اللونج تشين بولي انساتوريتد فاتي اسيدز، والبحث ده بيؤكد انه ريديوسز الانسيدنس اوف الرجي في الايرلي تشايلدهود لما الفورمولا بتبقى سبلمنتد بالالسي بوفاز، فده بيؤكد برضه الرول بتاعهم البريفنتيف رول. ويجي كلام كتير قوي بقى على الجات مايكروبيوتا ووجودها كثيوري انها فعلا ممكن تعلي الانسيدنس اوف الرجي في اللي عندهم جينيتك سسبتابيلتي، ومين اللي بيبقى عرضه للديسبايوزس اللي بياخد انتيبايوتكس كتير، اللي بيبتدي ياكل هاي فات لو فايبر دايت، اللي بيبقى في فاميليز في الديفلوبد كانتريز اللي هي لو نمبر زي ما قلنا قبل كده على الهايجين ثيوري. ونتيجه الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده الواو اللي هي الورد الرجي اورجانيزيشن
بدأت تنصح الحقيقة باستعمال البريبيوتيك سبليمنتيشن للنون اكسكلوسيفلي بريست فيد انفنتس. الحقيقة الهاي واللو ريسك فور ديفلوبينج الرجي بدأوا يقولوا ان البريبيوتيكس مهمة جدا لو هم مش هيرضعوا انها تبقى موجودة في الفورمولا. طيب لو انا عندي الرجي هاجي بايه؟ الحقيقه انا هاجي بحاجات كتيره جدا، ممكن تيجي سكين، ممكن تيجي اي، ممكن تيجي شست، ممكن تيجي هارت، ممكن تيجي في جي اي. ولكن بالنسبه للكاو ميلك بروتين الرجي بير سي، السكين بيبقى الكومنس 50-70%، يجي ورا الجي اي واخيرا الريسبيرتوري. وكل واحد فيهم الحقيقه لو هي اي جي اي ميديتد له سبيسيفيك كلينيكال بيكتشر، ولو نون اي جي اي ميديتد في انذر بيكتشر توتالي. قدام حضراتكم مثلا السكين لو هي اي جي اي بيجي لي ارتكاري، لو نون اي جي اي ممكن يجي لي اتوبيك ديرماتايتس. الجي اي فور انستنس لو هي اي جي اي ميدييتد ممكن يجي لي كوليك، يجي لي اولر الرجي سيندروم. بس لو نون اي جي اي الحقيقه الانتيوكولايتيس سيندرومز هم الكومن. هاو اباوت الريسبيراتوري؟ لو هي اي جي اي ميدييتد ده الاسمى اللي احنا عارفينها، الناين اي جي اي بتجي لي بالبالمونري هيموسيدروزس. ومن هنا ومن السيستمز افكتد دي اتعمل الكومس سكور او الكاو ميلك ريليتد سيمتوم سكور، وبداوا يدوا سكور لكل سيمتوم من اول الكراينج للريجورج للستول كونسيستنسي وشيب للسكين والريسبيراتوري سيمتومز. ومن التوتال سكور ده لو الطفل اخذ 12 او اباف بيبقى هايلي سسبيشس. ولكن مع الاسف السكور ده مش واخد في الاعتبار الفود ريفيوزل او بور انتيك كوان اوف ذا مانيفيستيشنز، وما بيحطش الفاميلي هيستوري اوف اتوبي في حسبانه من الاساس. نيجي بقى للدياجنوزيس اوف كاو ميلك بروتين الرجي، ونقول ان الميتيكولس هيستوري والثورو كلينيكال اكزامينشن مهم، ولكن السكرين بريك تيست والاي جي اي الحقيقه ممكن يساعدوا بس مش سفيشنت تو ميك الدياجنوز. يبقى ايه بقى الدياجنوزيس هيعتمد عليه ايه؟ الحقيقه الاليمينيشن اوف كاو ميلك بروتين فروم ذا انفنتس اور مادرز دايت والتشالنج بعد كده مازال الجولد ستاندرد فور دياجنوزيس، وكمان الكورنر ستون فور تريت. طيب نقول بقى ايه هو الاليمينيشن دايت ده، وفي اسم تاني ليه اللي هو الاكسكلوجن دايت. الحقيقه ده شورت تيرم ايتينج بلان، وفيها بنشيل الفودز اللي عامله لي ادفيرس رياكشن ونستنى ان اللي قدامي يهدى من الاعراض، وبعدين ابتدي ادخل واشوف ايه التولريتد وايه اللي مش تولريتد. الاليمينيشن دايت از ان اسينشال بارت اوف ذا الرجي بازل، ده كلام جميل، وعلشان اعمل ابروتش مظبوط لازم امنع and then I reintroduced. طيب if I reintroduced وما حصلش حاجه يبقى راجع الدياجنوزيس بتاعي، او جايز انا محتاج ان انا اعمل elimination لمور ذان وان فود element. الحقيقه كولاتسكو في 2012 ادانا السكيما الجميله دي علشان نقدر نشخص مظبوط ونستعمل الاورال تشالنج تيست صح، وقال لنا ان بعد الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن زي ما قلنا وبعد اللاب تيست انا المفروض اعمل الدياجنوستيك اليمينيشن دايت. بس بيفرق هنا لو العيان عنده انافيلاكسيس بخش انا في سكه لاني بحتاج اعمل اي جي اي وبعتمد عليه بعد كده. المهم ان هو بيقول ان لو ما فيش امبروفمنت انا الحقيقه مش المفروض اكون كاو ميلك بروتين الرجي، ولازم اراجع بقى انا مين بالظبط. وكمان لو انا حصل امبروفمنت بس بعد ما اعمل ري تشالنج ما رجعتش الاعراض برضو لازم اراجع نفسي تاني. ويجي هنا برضو فايده الكومس للمره الثانيه. الكومس هنا ممكن يؤكد لي ان الاليمينيشن ده افكتيف لو الاعراض نزلت او جمعت السيمتومز اللي عند الطفل وبقت سته في اقل، فده بيساعدني كتير نقول ان فعلا الطفل ده عنده كاو ميلك بروتين الرجي. الحقيقه الجمله اللي عايز اقولها هنا ان الـ increasing incidence of pediatric allergies including cow milk protein allergy calls for updated prevention strategies. وقدام حضراتكم الحقيقه معظم الـ preventive strategies بدايه من الـ exclusive breastfeeding for the first 6 months of life، للـ hydrolyzed formula for those who cannot be breastfed، للـ proper complementary feeding at 4 to 6 months of life and proper weaning food choices. الحقيقه كمان الجات مايكروبيوتا اوجمنتيشن بالبريبيوتكس اند بروبيوتكس، الوايز تشويس اوف فاتس والالسي بروفز انكلوجن اند ذا فيتامين دي سبلمنتيشن. نيجي بعدها البابليكيشن جميله من 2017 في نيوترينتس بتسم اب لحضراتكم النيوترينتس المسؤوله عن البريفنشن، وبتقول ان الاسينشال فاتي اسيدز والزنك والفيتامين دي ار لايكلي تو انهانس الانتي انفلاماتوري اند انتي اوكسيداتيف بارير اند برومو الحقيقة هما promote immunologic tolerance.
وزودوا كمان ان برضو البري والبروبيوتكس مهمين جدا في التوليرنس علشان يخلوا الانفايرمنت مور تولرنت. طيب لو انا عايز اتصرف في الكاو ميلك بروتينز واخليها لس الرجينيك بعمل ايه؟ بعمل حقيقه هيدروليسيس، وعندي طريقتين، عندي الانزيماتيك وعندي الهيت. الانزيماتيك مور اكسبنسيف بس الحقيقه بتطلع لي مور كونسيستنت بتايدز وكمان بتديني بيست تيست اند سنت. الديمونستريشن ده والالستريشن قدام حضراتكم بيوضح ان في دايركت الحقيقه ريليشن ما بين الالرجينيسيتي وما بين اللنس الحقيقه التشين لنس اوف ذا ميلك بروتين. كل ما التشين لنس هتنقص الالرجينيسيتي هتنقص، ومن هنا بدات تقسيم الالبان الماديه على الكاو ميلك للهول اللي فيها التشين كامله او للبارتشلي هيردولايزد اللي التشين فيها بدات تتكسر، ودي اللي بتستعمل في البريفنشن مينلي، وليها كمان قصص تانية هنتكلم عليها دلوقتي. وتيجي بقى الاكستنسيفلي هيردولايزد والرول بتاعها في التريتمنت، ثم الامينو اسيد بيست فورمولا الحقيقه اللي بتستعمل في الاطفال اللي بيجوا لنا في شوك ستيج. طيب هل في رول للصوي ميلك ان كاو ميلك بروتين الرجي؟ الحقيقه محدش بيحبذ الكلام ده، لان في 10 to 14% of infants هيرياكت للصوي كمان. وغير كده الحقيقه الاسبجين والاي اي بي they do not recommend it especially before 6 months. في الحقيقه مشاكل كتير من النيوتريشنال بوينت اوف فيو لاستعمال الصوي قدام حضراتكم هنا. اولا الابزوربشنز اوف مينرالز اند تريس اليمنتس الحقيقه due to the phytate content في الصوي فورمولا ما بتبقاش اوبتيمم. صحيح الشركات صلحت الكلام ده بس ستيل برضو ما هياش اوبتيمم، مش زي الجولد ستاندرد فورمولاز. وكمان في ابريتشبل اماونت اوف ايزوفلافينز اللي المفروض ليها ويك استروجينيك افكت بنخاف منها. برضو صحيح ما فيش بابليكيشنز سوليد بتؤكد الايفكت ده بس اتس تكست بوك نوليدج واحنا وي كود نوت ديناي. وتالت حاجه لازم ناخذ في الاعتبار ان اب تو 90% اوف سوي بين كروبس ار ترانسجينيك، وده الكلام اللي الناس بتخاف منه مؤخرا وبتعمل حسابه جامد قوي. طيب نيجي بقى للميدل ايست كونسنسس ستيتمنت، والحقيقه دي بتتكلم على التريتمنت وبريفنشن اوف كاو ميلك بروتين الرجي منشوره في 2014 وابديتد في 2019. وزي ما حضراتكم شايفين الطفل اللي هو بنخاف عليه وهاي ريسك الحقيقه بنساعده ان هو يكمل البريست فيدنج. لو البريست فيدنج مش افيلبل او فيزيبل بننصحه بالبارتشلي هيدرولايزد فورمولا لو في فاميلي هيستوري اوف الرجي، او لو مش عارف اخد الهيستوري من اساس. وحتى لو مفيش family history of allergy آخر بلوكين عند حضراتكو I can give him standard formula بس هم كاتبين please consider برضو ال partially hydrolyzed formula. ونيجي بقى للconsensus على التريتمنت وقدام حضراتكو استعمال extensively hydrolyzed والamino acid based formula. والحقيقة هم بيبتدوا بالextensively hydrolyzed، ما بيستعملوش الamino acid based إلا في non-responders أو اللي جاي من الأول in a shock stage أو severe جاي في severe state. نيجي بقى نتكلم على avoiding milk. It's not easy by the way to avoid milk. To avoid milk I have to read labels and reading labels is not that easy. النقطة الصغيرة قدام حضراتكم دي ان الهازبند بيقول ازاي الدونت باك كده seems so healthy، والزوجة بتقول له علشان الكمباني trimmed the fat off the label. يعني مش دايما الكمبانيز بتديني في الليبل الكلام اللي هو اللي انا اثق فيه. يعني انا ما اقرا الليبل لازم اخد بالي كويس قوي، في ساعات حاجات بتتكتب كده ambiguous يقولوا natural flavor seasonal flavor. لو في كلام مش واضح هنا I should not use the product. والموضوع مش ميلك بس، زي ما حضراتكم شايفين ميلك وتشيز وباتر وفي حاجات فيها لاكتوز واي حاجه فيها كريم ساور كريم كل الحاجات دي I should avoid. ومش كده وبس، ده في حاجات خفيه شويه، اي حاجه فيها كلمه لاكتيك، الحاجات اللي فيها مارجرين، النون بريدد برودكتس، النوجات، هاي بروتين فلاور، كل ده برضو لازم اتجنبه. ده مش كده وبس، لو رايح اي مطعم وهاكل شلفيش مثلا تاكدوا ان هو بيرشوا عليها لبن عشان يشيلوا الزفاره، ودي حاجه معروفه جدا في الشوي عموما اللي يعني بيحب يدخل قوي في الديتيلز. وفي حاجات تانية كتير زي ما اروح سوبر ماركت الاقيه بيستعمل نفس السلايسر، نفس الجهاز اللي بيستعمل بيه مثلا بيقطع بيه حاجات فيها ديري ويقطع لي بيها حاجات بعد كده، ممكن الحاجات اللي خدتها رغم ان ما فيهاش ديري تبقى فيها تريسز وتعمل لي مشاكل. وما ننساش حضراتكم ان sometimes انا عندي عيانه اي سوير كانت بتبتدي تحمر وتتبهدل لما مامتها تسيح سمنه في المطبخ. يعني قصدي بقى ده احنا اللي اديتها لها ولا جت جنبها، كانوا يقولوا لنا لازم لما الحاجه تيجي تلمس الايه الشفايف، ده ما كانتش بتلحق تلمس اساسا. فلازم ناخد بالنا ان الحاجات اللي هي البسيطه دي قد تؤدي الى مشاكل.
طيب هل growing on cow milk protein allergy elimination diet would be a problem؟ الحقيقة it would be لو ما حدش تابعنا meticulously، لأن الأطفال دول بيبقوا عرضة لنواقص كتير في التغذية. وقدام حضراتكم بحث منشوف في 2014 بيؤكد أن الجروب اللي كان على دايت فري من الكاو ميلك ألرجي برودكتس بدأ يبقى عنده مشاكل في التوتال أنرجي إنتيك والبروتين والكالسيوم. ولازم ناخد في اعتبارنا أن الحاجات الممنوعة منه دي لازم الكلينيكال نيوتريشن سبيشاليست يعوض هالوب ألترناتيفز. فبيحصل لي ساعات حاجة اسمها هيدن هانجر، يعني يجي لي مايكرو نيوترين ديفيشنسيز ومتوقع ان دول يجي لهم في الكالسيوم بالذات وفي الفيتامين دي. طيب امال احنا امتى ما نخافش عليهم؟ الحقيقه ما بنخافش عليهم لو هم بيبقوا سوبرفايزد ولو في حد متابعهم ومتابع النيوتريشنال ستيتس بتاعهم. ولازم ناخد في اعتبارنا ان الميلك ده بالانسد ايه الحقيقه نيوترينت، ولو هو بياخده او هو سنه يسمح باللبن ما بيبقاش القلق جامد قوي عليهم. الأولدر تشيلدرن طبعا لازم نبتدي ناخد 24 اور ريكول ونعوض البدائل لاي حاجه مش بياخدها في التغذيه بتاعته. يعني كلينيكال نيوتريشن سبيشالست ده شغلته انه يقول لنا ناكل ايه وما ناكلش ايه، وايه بدائل الاكل للحاجات اللي احنا اضطرينا ما ناكلهاش، وكمان يحدد لي الاليمينيشن بلان دي عمرها قد ايه وهمشي عليها ازاي. لو انا بدات تورفايز الدايت هيستوري معاهم هقدر بسهوله اشوف الار دي ايز بتتاخد صح ولا لا. يعني مثلا فور انستنس عند حضراتكم تحت، هو صحيح ما بياخدش دايري برودكتس بس الكالسيوم ممكن يجيله من حته تانية، ممكن يجيله من السردينز من البروكلي، ممكن يجيله اساسا كمان من الالمونز. في حاجات كتير ممكن تعوض واقدر اتاكد انها موجوده في الدايت بتاعه. نيجي بقى للكلام الجديد الحلو قوي اللي بيقول ان التولرنس ديفلوبمنت از كونسيدرد ا ريليتيفلي نيو كونسبت، والناس دلوقتي بدأت تشيفت الانترفنشن من الباسيف اللي هو الافويدنس اللي اتكلمنا عنه لحاجة برو اكتف، وبدأت تفكر في ايه في التولرنس اندكشن. الكلام ده منشوف 2019 قدام حضراتكم، وبدأوا يتكلموا على الاورال اميونو ثيرابي، والكلام ده معناه ان انا ادي الانتيجين بجرادولي انكريزينج دوزز وابتدي اعمل دي سنسيتايزيشن. الكلام ده ممكن يس، ومنشوف 2018 واتعمل في اليابان على كاو ميلك بروتين ألرجي. ده مش بس اتعمل، ده لما اتعمل دبل بلايند وخد تو جروبس، والناس دول اوريدي باست التشالنج تيست، وبدا يقسمهم بلايندلي لناس ابتدوا بالاكستنسيفلي هيردولايزد وناس ابتدوا بالبارتشلي هيردولايزد. الكلام ده اول 8 اسابيع قدام حضراتكم، والثمان اسابيع الفولوينج بقى اوبن فيز وكله مشي على البارتشلي هيردولايزد. والغريبة ان البحث ده اثبت الحقيقة ان البداية بالبارتشلي هيردولايزد جاب التولرنس اعلى، يعني الجروب اللي كان بارتشل كان احسن في نتائجه من الاكستنسيف ثم بارتشل. طبعا ده بيفتح مجال جديد لاستعمالات البارتشل، ما بقاش بريفنتيف بس زي ما كنا حافظين، ده بقى بريفنتيف وبقى له رول في التريتمنت، ومش بس رول في التريتمنت، ده كمان مفضل عن الاكستنسيف لو هعمل اورال اميونوثيرابي. طيب الميدل ايست كونسنسس تعالوا نرجع لها تاني، وتعالوا اقول لكم ان انا الحقيقه I am wisdom middle east step down approach of managing cow milk protein allergy المنشور 2019 بتقول ان استعمالات البارتشل هيدولايزد فورمولا واي as a bridge between the extensively hydrolyzed او الامينو اسيد based and the cow milk protein has great potential to improve the life of affected children and families as well. نيجي بقى لحاجة تانية برضو هي مش جديدة، الحقيقة المنشور ده قدام حضراتكم من 2011 كانوا بيتكلموا ان لما نبتدي ندي الكاو ميلك برودكتس تعالوا نديها بيكد الاول، بلاش نديها على طول رو، لان البيكد لما ابتدي بيه بيساعد التولرابيليتي. ومن هنا بدأ الكلام على حاجة اسمها الميلك لادر. الميلك لادر ده بيكلاسيفاي الفاكتورز المسؤول عن الالرجيك بوتنشال اوف كاو ميلك فود من terms of volume of quantity effect of heating الويت matrix، وعملت لنا 4 stages. الستيج 1 الحقيقة بيبقى فيها السمول كوانتيتي baked ومعها matrix، والستيج 4 بنوصل للفريش ميلك برودكتس. واليوز اوف ذا ميلك لادر ان patients who can't tolerate baked milk may facilitate الانترودكشن اوف less allergenic milk products بعد كده. وبدأت المنشورات تتوالى، وعندنا ميلك لادر مكون من 12 سلمة وجميل والناس بتستعمله، وفي أنواع الأكل وأنهي بيك. وبدأت الناس تقول لا 12 كتير، أحو ضمن لهم بعض الستابس وعملوا لهم ميلك لادر of 6 steps. وبدأت الناس تنشر كمان على تيبس صغيرة جميلة جدا بيقول لحضرتك لو رايح تشتري برودكت
لو سمحت هات البرودكت اللي هو وان سيرفينج، يعني هات كب كيك او بان كيك، ما تجيبش كيكه عائليه، الكيكه العائليه نصها ما بيبقاش وصل له الهيت. جميل. وقال لك كمان لما تيجي تقرا الانجريدينتس ما تاخدش حاجه اللبن فيها الفيرست او سكند انجريدينت، خده من اول الفورث انجريدينت وطالع. ولو مكتوب الميلك بير سيرفينج خد الحاجات اللي الميلك بير سيرفينج اقل من 40 ml. والحاجات دي منشوره والناس عارفاها، بس مش هطول على حضراتكم فيها. ونيجي بقى للنيوتريشن تيبس الاخرانيه، وبنأكد ان في الفيرست 6 مانس اوف لايف لازم احط سكيور اولترناتيف وسيف اولترناتيف للميلك فورمولا في الاطفال، والويننج يبقى سوبرفايزد. ولو في ري تشالنج حصل بالصدفه اكسيدنتلي اخده في الهيستوري كويس لانه هيساعدني. واتاكد العيان لو ماشي على فورمولا معينه ماشي عليها ليه جايز فود انتوليرنس، مش شرط يكون الرجي. واللي بيؤكد الكلام ده ان سام تايمز الناس بتستعمل الفورمولا الاكستنسيفلي هيدرولايزد امينو اسيد بيز وهي مش عارفه انها لاكتوز فري، فممكن سام تشيلدرن مش اوف الرجي يتحسنوا ويبقى فيه ميس دايجنوزس، وده يعمل لنا شويه لخبطه. حاله سريعا كده في الدقيقتين تو تيست يور نوليدج، 3 مانس اولد جالنا الاي ار. الحقيقه هو جايب ايه؟ جنرالايزد سكين فلاشينج، كان اكسكلوسيف بريست فيد لغايه 1 اند هاف مانس، بدا الكوليك والكونستيبيشن، مانج بهربال درينكس. عند عمر 3 شهور الام راحت تشتغل تعمل ايه؟ ادت فورمولا، اول ماده الفورمولا حصل الجنرالايزد راش. جالنا الاي ار، اخذنا هيستوري كويس، لقينا السيستر اون اسما ميديكيشنز، عملنا فيزيكال اكزامينيشن نورمال داتا فيتال داتا، بس كان في بروبر ويت جين وما لقيناش حاجه تانية في الفيزيكال اكزامينيشن. وهسال حضراتكم كان ايه البيت فول الحقيقه وانا باخد الفيدنج هيستوري، وايه النصيحه اللي كان ممكن اديها للام؟ واحنا ما عندناش وقت الانتراكشن، انا شايفه ناس بتشاور لي، فخلينا نقول الانسر على طول. الحقيقه البيت فول كانت فيلينج تو يوز البارتشلي هيدرولايزد فورمولا في الليتل بوي ده لما احتاجنا السبلمنتري فيدي، وده كان هيبقى بريفنتيف وده كان مكانه. الطفل كان عنده كلوز، اخته كانت على اسما ميديكيشن، ده بيزود الريسك فولد ات ليست 2 تو 3 تايمز. والحقيقه حتى لو ما عنديش هيستوري خالص كان المفروض ان انا ايه ابتدي بيه. طيب برضو كان في كوليك وكونستيبيشن، وكان ممكن اطبق الكوم سكور، وكان ممكن يديني رقم يخليني مور ايه كونفيدنت ان عياني ده فعلا كاو ميلك بروتين الرجي بقى مش ات ريسك ولا حاجه. نيجي بقى لاخر سلايد، بما ان دكتور شريف عمر مش معانا النهارده فاحنا لازم نوضح لحضراتكم ان احنا ما بنختار فورمولا، بيهمنا جدا وجود ايه؟ البريبيوتكس والنيوكليوتيدز والبروبر فاتس، بيهمني جدا انها تكون هيدرولايزد ان ذا بروبر واي، فيها الاديتيفز، فيها الفيتامين دي، فيها الزنك، فيها كل البروتكشن. وهنا نبقى بنتكلم على بريميوم فورمولا فيها كل الحاجات از بارتشلي هيدرولايزد اللي هتخلي الطفل بعد كده يبقى في الامان وما نبقاش قلقانين عليه من ان هو يخش في الرجي. ولو فكرنا نعمل اورال اميون توليرنس اكيد هيبقى عندنا ايه اللبن اللي نقدر نشتغل بيه. طيب نيجي بقى للكي مسج سريعا في دقيقه، ونفكر حضراتكم ان البريست فيدنج اكسكلوسيفلي فور ذا فيرست 6 مانس از ذا بيست ان تيرمز اوف جروث بيتر ديفلوبمنت اند اميون ستاتس از ويل از ليس الرجي. وان بريست فيدنج از نوت بوسيبل البارشل هيدرولايزد formula will الحقيقه with documented safety and efficacy should be recommended for infant at risk for allergy. وهنا هيبقى الدور بتاعها preventive. وفكر حضراتكم ان not all partially hydrolyzed formula are the same، في different formulation، وزي ما اتفقنا حتى ان انا اعمل hydrolysis الطريقه نفسها بتختلف، في different supplements موجوده مش كلهم premium formula، البرودكشن ميثود بتختلف، وطبعا الاوتكم بيختلف. وعشان كده الميدل ايست كونسنسس قالت ان انا ما اقدرش استعملهم interchangeably. If I'm using a formula وفيها نتائج معايا I should not interchange it with another just because مكتوب عليها partially hydrolyzed. The partially hydrolyzed whey formula can be used in the transition from extensively hydrolyzed or amino acid based to the intact cow milk protein formulas if the initial partially hydrolyzed formula challenge is tolerated. وهنا يجي الدور بتاعها proactively as a treatment role. And with this slide and with these references, I end my talk. Thank you very much, and I'm ready for your questions.